from now. طيب. So, ليش هلا؟ I'm just doing a quick revision. مثل ما شفتوا انتوا الورك شيت فيها summary للليسن. Okay, summary للرولز عشان تستعملوهم دغري. طيب. فإذا from this, بلكي مثلا جاب لي هو انه limit لـ EX على X square. As x tends to plus infinity. انتبهوا هيدي ما تروحوا تعملوها infinity على infinity لانه اذا عملناها infinity على infinity indeterminate. بيجي انا بعمل لوبيتال اول مره شو بتصير؟ بتصير derivative للي فوق يلي هو بضله زي ما هو derivative للي تحت 2x كمان بتصير infinity على infinity. بدي اعمل لوبيتال مره ثالثه. طيب what اذا كانت x power 3 او x power 4 فاحسن ما تعملوا شي 5-6 مرات لوبيتال ورا بعض. Okay, we use a rule. هيدي الرول بتقول لي انه limit لل ex على x power a as x tends to plus infinity equal plus infinity. هيدي الرول بدنا نحفظها كثير منيح. Okay, يعني هيدي في example عليها بيقول لي انه اذا limit ل ex على x power 5 مثلا as x tends to plus infinity هيدي دغري فينا نحطها plus infinity حتى بالامتحان فينا دغري نحطها plus infinity. Okay, لانه هيدي رول ماشي فما بنصير نعمل لها لوبيتال وهالقصص. طيب limit as x tends to minus infinity اذا اجاني limit مثل هذا ل absolute x power alpha e x equal 0 with a positive او x power a هيدي اذا اجتنا كمان دغري فينا نحطها 0. اوكي شو هي limit ل absolute x power a e x هلا نادر لما تجي بس انه اذا اجتنا بنحط. اوكي مش الحال يعني مثلا example limit as x tends to minus infinity ل x square e x اذا جاب لي هو مثلا function هيك اوكي domain تبعه هيك كيف انا فيه حطه اوكي دغري بحطه زيرو اذا انا ما بدي احطه دغري زيرو شو لازم اعمل اول شيء لازم اعمله بالطريقه العاديه اوكي بالطريقه العاديه اللي هي شو x square شو بتصير على minus infinity بتصير plus infinity times e minus infinity قدل e minus infinity خلينا نشوفها هون e minus infinity هي 0 طيب infinity times 0 يا جماعة indeterminate صح؟ احنا بنعرف انه في اربعة indeterminate infinity minus plus infinity minus infinity infinity على infinity 0 على 0 وانفينيتي وزيرو تايمز انفينيتي هيدي بتصير انديترمنت. طب انا شو بدي اعمل اذا هي انديترمنت؟ شو فينا نعمل؟ ما فينا نعمل لوبيتال اكيد. ليه؟ لانه ليش ما في اعمل لوبيتال؟ لانه هي مش زيرو على زيرو ولا انفينيتي على انفينيتي. فهون بدي يصير اشتغل انا بطرق ثانيه مختلفه شوي. اوكي؟ فبدي يصير اخذ اي ثينك بعمل هيك ليميت as x tends to minus infinity okay لا فينا نحط x square فوق خليها وفينا ننزل الباور minus x لتحت مثلا اذا انا بدي اشتغل فيها هيك okay فشو بتصير ها بتصير plus infinity على هلا تحت e minus x minus infinity يعني e plus infinity فشو بتصير e plus infinity plus infinity هلا هون صارت indeterminate لما هي صارت indeterminate أنا بدي أعمل لوبيتال. لوبيتال شو بيقول لي؟ أعمل derivative للي فوق على derivative للي تحت. derivative للي فوق 2x والderivative للي تحت هي e minus x. شو derivative للي e minus x؟ حدا في خبرني؟ شو derivative للي e minus x؟ u prime e u اللي هي minus e minus x. كمان بتصير انفينيتي على انفينيتي فانا احسن ما افوت بهيدي العجقه كلها هون وهير اوكي اند هير احسن ما افوت بهودي كلهم انا شو بحطها دغري؟ بحطها زيرو ليه؟ according to the rule يعني هو عم بسهل علي كمان اوكي فهمتوا الفكره مش الحال؟ اذا لما يجيني مثلا x square e x دغري بحطها زيرو لما يجيني e x على x square او على x cube او على x power 5 او شيء دغري بحطها انفينيتي، هودي اثنين رولز كثير مهمين ها وها. اوكي؟ فإذا هودي كلهم أنا ما بستعملهم، هودي بس حطيتهم just to explain for you that it's hard somehow to find the limit. اوكي؟
هون إذا بدي أكملها أنا بعمل برجع بعمل لوبيتال مرة تالتة أو مرتين. أوكي؟ هلا الاكسرسايزز أنا بهمني أكثر شيء إنه أعمل ديريفاتيف، أعرف أعمل ديريفاتيف وليمتس. خلينا نشوف اكسرسايز نمبر 8، يعني أخذته نمبر 8 نمبرينج 8 هيدا فروم أهلية بوك، إذا حدا معه الأهلية بوك لأنه نحن عم نستعمله بلاقيه هو بنمبر 8 بلسون الاكسبوننشال. Anyway, whatever the number is, determine the set of real numbers for which the function f is differentiable, يعني عمتى بكون عنده derivative على أي interval, and calculate f prime. خلينا نحسب الf prime ونحط الانترفال حد. Okay, let's start by number one. F of x equal e 2x squared minus 3x plus 4. طيب شو بتصير الf prime of x؟ يا خلينا نبلش باي تيرم. حسن وطفي رح بلش فيكم باي تيرم. اوكي كل واحد بيسأل سؤال. حسن اي صح يلا اف اوف اكس يلا بصير 4x. اول شيء هيدا على اي رول؟ اي باور يو يو منزل يو هيدا كله فوق الاي، فشو بتصير؟ يو برايم يو برايم يعني 4x اي يو. يلا شو اليو برايم؟ يعني 4x 4x minus, minus 3. 3 between brackets e بتصير يو 2x squared minus 3x plus 4 بس هي يعني بتعمل ديريفيتيف لليو بتحطها هون وبتحط الاي يو يو برايم اي يو. اوكي برافو. اوكي نمبر 2 f of x equal 2x ex 2x ex. يس راما. اوكي حتى لو حدا جاوب غلط يعني ما بيأثر مش راح عادي. اوكي يلا 2x ex. طيب اول شيء قولي لي هيدا على اي رول؟ خلينا نبلش نشتغل فيه. يو برايم في يو تايمز في، يعني هيدي شكلها يو، هيدا اليو مثلا وهيدا الفي يو في. طيب شو بتصير اول شيء؟ خلينا نكتب الرول ونرجع نحطها تحتها. هيدا يو تايمز في، اذا يو تايمز في شو الديريفيتيف بصير؟ شو الديريفيتيف ليو في؟ بلس يو تايمز يو برايم. علي صوتك. يو برايم في بلس يو تايمز يو برايم. لا بلس يو في برايم. يو برايم في بلس يو في برايم. هيدي رول المفروض نكون حافظينها مش هيك؟ يو برايم في بلس يو في برايم. يلا. طيب يو برايم في شو اليو برايم؟ 2 v يعني times e x check plus u v prime 2x 2x times e x times x e x times e x مش x e x e x شو derivative ل e x e x. اوكي شو الديريفيتيف ل اي اكس؟ اي اكس. هلا فيك تستعمليها هيك. اوكي هلا اذا بدك تلاقيها مثلا اسهل شوي شو فينا نعمل نحن بين النمبر النمبر 2؟ اوكي في يحط انا يو ايكوال 2 اكس يو برايم ايكوال 2 في ايكوال اي اكس في برايم ايكوال اي اكس وبعدين بعمل كروس ملتبلاي مثل كانه يعني هيك. اوكي واذا يو برايم في هيدي اول شيء بلس يو في برايم وهيدي تاني شيء. اوكي في اعمل هيك يعني اتس بيتر اذا بدك. اوكي بس الديريفيتيف ل اي اكس هي اي اكس. اوكي فاذا شو بصير هيدا الفانكشن 2 اي اكس بلس 2 اكس اي اكس. هلا باخذ 2 اي اكس كومن شو بيبقى لي؟ مثلا اذا انا بدي كفيها 2 اي اكس كومن شو بيبقى جوا؟ 1 بلس اكس plus x exactly 1 plus x. صح هيك يا جماعة؟ تأكدوا لنا منه.
يو برايم في بلس يو في برايم. تمام يلا علي حريري نمبر 3. لا يا علي. اوكي اوكي يلا يا علي. اف اوف اكس ايكوال ايه ليه ما كنتش معي لاست تايم؟ اي اكس بلس اي ماينس اكس اوفر 2 هيدا فانكشن. يلا قلنا الاف برايم نعمله دريبت على يو اوفر في. طيب هلا بس ملاحظه هون لما يكون الفي اللي تحت يعني نمبر نمبر there is no need to do u over v. عرفتوا كيف؟ ايه يعني يعني مثلا ليك اذا كان عندي مثلا for example عم بحكي 2 plus x على x او خليني اخذ مثلا هيدا e x plus e minus x على x مثلا اذا كانت على x او على x plus 1 او على whatever function في x okay I use u over v بعدين بعمل شو u prime v minus u v prime على v square. ايه بس هون شو ال v number ف there is no need to do في اعملها بس تصير تاخذ مني وقت اكثر رح تطلع نفس الريزلت نفس الشيء. فاذا كان هيدا مش x يعني كان number 2 او 3 او whatever ما فيه x ابدا. Okay so just I do the derivative للي فوق وخلص. Okay. Okay. Yeah. Yes. Derivative like EX. أول شيء بخليها على 2 عادي. Derivative like EX هي EX. Derivative like E minus X. Minus EX. Minus E power minus X. Minus E minus X. This is the answer. EX minus E minus X على 2. Okay. Okay. فهمتوها كلكم؟ فبس يكون في عندي denominator number مش power خلاص بعمل derivative للي فوق وبحطه على 2 بيمشي الحال. Okay. لأنه بكره إذا إجت بالامتحان ما تضيعوا وقتكم فيها. ماشي؟ هلا هيدا إذا بدي أنا أعمل له more simplify إذا بدي في حط هاي. خلينا نعمله simplify يا علي شو رأيك؟ يعني خلينا نشيل هيدي الـ e minus x نتعلم انه خلص يعني نعمله simplify شوي. طيب فشو بصير هون؟ بصير ex minus شو هي الـ e minus x يا علي؟ 1 over ex check yeah. over 2 so let's learn how to do simplify لأنه later on راح نصير مضطرين انه نعمل simplify. اوكي اوكي نعمل common denominator نعمل common denominator فشو بتصير ها بتصير كلها over 2 خلي الفراكشن هيك خليهم الايكوال البار البار كلهم مرتبين فوق شو بصير في عندي same denominator كنت هاي over 1 شو بتصير ex squared لحظه شوي عندك ex على 1 انت you need to do same denominator check So you multiply it by EX فوق و by EX تحت. طيب EX times EX شو بتصير؟ إذا أنا عملت times EX تحت هون times EX. أوكي. فبصير في عندي EX تمام. طيب EX times EX شو بتصير؟ EX squared. E power 2EX. خليني نحط أول مرة هيك. يلا مين بده يقول لنا اياها؟ EX times EX شو بتصير؟ بتصير EX square minus 1 على EX كلها 2 مش EX square لا يعني E2X برافو E2X E2X minus 1 over EX هيك بتصير E2X minus 1 over EX لأنه EX times EX نحن شو بنعمل بالX هون؟ We add them, we add the powers إذا شو بتصير؟ بتصير 2X over EX طيب شو بتصير هاي؟ بتصير كمان حط fraction حطها over 2 فبتصير E2X minus 1 over EX أوكي؟ فآخر شيء بتصير هيك بتصير E2X minus 1
over 2ex. هيدا السمبليفاي. اوكي؟ اوكي يا دانا وسمر سلينا، ايش الحال؟ طيب احفظوا الطريقة لأنه هيدي دايما بنسين نستعملها بعدين. اوكي؟ يعني أنا بس جيب اف برايم، وعادة أنتوا شفتوا الأسئلة كيف بتجي، بس نجيب اف برايم بدنا نعمله شوية سمبليفاي لحتى نكمل، لحتى نشوف أيمتى زيرو وأيمتى مش زيرو وهالقصص. اوكي؟ أو هو يمكن يكون جايب لي شي سؤال إنه show that إنه الاف برايم اوف اكس ايكوال this one. طيب أنا شو بدي أعمل؟ بدي أعمل، مضطر إني أعمل هاي الطريقة. فدايما الـ e minus x هي 1 over e x، ولما بدي أعمل same denominator مثل هون when I multiply by e x، فإذا بتصير e x times e x تصير e 2x مش e x square. في ناس كتير بفكروها e x square. أوكي رايتي مش هيك كلكم عم تكتبوا؟ في حدا مش عم يكتب؟ سمر عم تكتب كل شيء مش هيك؟ راما حسن اكيد دانا عم تكتب كل شيء؟ ايه عم بكتبهم يس باي ديتيلز ها؟ هيدي الديتيلز ستيب باي ستيب. يعني في حدا ما خلص رايتنج بعد حتى لحظة أستاذ بعدي ما خلصت. يلا أوكي. أعطيكم 1 minute to write everything و to revise it. إذا حدا عنده فيها سؤال يرجع يسأل. بس فيك تعليها شوي بس. أوكي. هيك يعني؟ أي خلص. خلصت يا دانا مشيك نمبر 4 اف اوف اكس استاذ سيلينا بتقول لك النت عندها ما منيح ايه اوكي طيب نمبر 4 اف اوف اكس ايكوال اكس سكوير بلس 2 اي ماينس 3 اكس اكس سكوير بلس 2 اي ماينس 3 اكس يلا يا سمر هلا دورك يلا بس لحتى لي اكتب ال بس لاكتب لي question يلا نحن صرنا ب number 4 عم بيقول لي انه f of x equal x square plus 1 check e minus 3x خليني بس اتاكد منه x square plus 2 e minus 3x اوكي جاي find f prime of x اول شيء على اي رول بدنا نستعمله يعني شو هي رول اللي لازم u dot v u dot v اكيد u times v prime يلا u prime v فاذا اول شيء بكتب الرول انا u prime v check plus okay. minus v u v u v prime minus ولا plus 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 u v prime okay yeah u prime v بلش فيهم 2x
يو برايم لا 3 اكس هيدي اكس سكوير بلس 2 هيك اه اوكي 2 اكس ايه 2 اكس هيدي اليو برايم تايمز في بلس يو اكس سكوير بلس 2 تايمز في برايم هلا شو هي الفي برايم هيدي الفي اللي هي اي ماينس 3 اكس شو بصير الفي برايم ماينس 3 ماينس 3 ايه يعني هي شكلها اي يو بصير يو برايم اي يو يعني الديريفيتيف لهيدا الباور ديريفيتيف للباور تايمز الاي ماينس 3 اكس يعني اي ماينس اي اكس اي ماينس 3 ماينس 3 اي ماينس 3 اكس ما هي لك هيدا الاي ماينس 3 اكس هيدا الفانكشن اوكي هيدي شكلها اي يو بصير يو برايم اي يو يعني ماينس 3 اي ماينس 3 اكس صح؟ اوكي هلا بدنا نعمل له سمبليفاي فشو بصير؟ بصير 2x اي ماينس 3x بلس هون في عندي x سكوير بلس 2 ماينس تايمز ماينس 3 فماينس 3 انتو x سكوير بلس 2 اي ماينس 3x في خليها هيك لحد هلا اتس اوكي ماشي هلا اذا بدنا نعمل سمبليفاي يعني اذا بدنا نشيل الاي ماينس 3x نحط هون اوفر اي ماينس 3x وهون اوفر 3 ماينس 3x او هيك شيء طيب خلينا ناخذ كومن اي ماينس 3x بيتاخذ كومن مش هيك ولا لا بلا اوكي يلا خلينا ناخذ اي ماينس 3x كومن ونفتح براكت شو بصير في عندي جوا 2x ماينس 3 minus 3x squared plus 2 minus 6 خلص يلا ايه في انا حطه بتمين بس احسن احط براكت ببراكت فبخليها هيك هيدا الفانكشن هيدا هو يلا حدا عنده سؤال حدا عنده شيء طيب I'll give you 1 minute to write it يلا 1 minute to write everything لكن مش راح نحل كل شيء اليوم بنخلي part 2 ل next week okay يلا finished writing هلا دور دان دانا بدل خلينا سؤال نمبر 5 يلا يا دانا جهزيلي حالك finished writing في حدا بعده عم يكتب؟ لا تمام مش حاجة طيب يلا نمبر five f of x equal ln لا ex plus 3 okay ln ex plus 3 يلا دانا are you ready number 5 f of x equal yeah ln لا اي اكس بلس 3 مشكة اي اكس بلس 3 اوكي اي اكس بلس 3 يلا اي رول بدنا نشتغل هون نعمل ديريفاتيف اول شيء هو لن لا اي اكس بلس 3 انا بس شوف لن وجوا في جوا لن في something هيدي على بعض لن يو لن يو اوكي طيب ايه ده لن يو شو الديريفيتيف للن يو هي اليو برايم على يو اكزاكتلي يو برايم على يو فاذا هو اللي جوا هيدا هو يو هلا بحط يو برايم على يو يلا اذا شو بصير الاف برايم اوف اكس ايكوال يو برايم على اي اكس اي اكس على اي اكس بلس 3 Very good.
اي اكس على اي اكس بلس 3 صعب شيء؟ سهل ما بده شيء اي اكس على اي اكس بلس 3 هي يو برايم على يو اوكي لانه هو احيانا بجيب لي فانكشن لين اوف سمثينج حتى لو كان جوا في اي اكس عادي اوكي بعمل يو برايم على يو اوكي فبصير اي اكس على اي اكس بلس 3 done that's it thank you number 6 مين بعد ما جاوب ما سمعنا صوته اليوم radical a to x minus 2 radical a to x minus 2 شايفينه هيدا number 6 radical u yeah as an f of x equal radical e 2x check minus 2 طيب خلينا نشوف مين بده يجاوب مين بعد ما جاوبنا اليوم دانا سمر علي راما حديد سلينا ما فيك تحكي بالمره يعني بلا استاذ اوكي okay. How are you fine fine يلا على النت عندك بطيء هيك قالوا لنا ايه بس مشي حال اوكي okay, تمام يلا radical e to x minus 2 اوكي يلا هيدي على اي رول radical u radical u طيب شو الدريفتيف لراديكال u ناسي ما في شيء اسمه ناسي بدنا نتذكرها طيب اذا انت كنت نسيتيها في طريقه كثير حلوه عشان نتذكر دائما الراديكال يو اذا واحد نسيها بالامتحان انه شو هي الراديكال يو وشو الدريفتيف تبعها 1 على يو لا ليك شو بتصير لا مش هيك ليك شو بتصير الراديكال يو هي يو باور هاف يعني هيدي طريقه عشان نتذكر فيها الراديكال يو ديريفاتيف مش راديكال يو هي يو باور هاف طيب انا اذا بدي اعمل يو باور هاف از ديريفاتيف بصير 1 على 2 راديكال يو ايه يعني هيدي على قاعده يو باور ان اوكي على قاعده اليو باور ان اوكي طيب شو الديريفاتيف ليو باور ان مين بيتذكر الديريفاتيف ليو باور ان اي ان يو باور ان يو برايم times u power n minus 1 هودي مش لازم ننساهم على طول بدنا نضل مذكرين u power n كلها برايم شو بتصير n u برايم u power n minus 1 يعني مثلا اذا انا قلت لك u power 3 شو الدريفتيف ل u power 3 هي 3 times u برايم times u power 2 سهل يعني طيب اذا انا جيت apply this one this rule on u power half شو بتصير half اللي هي n times u prime times u power n minus 1 يعني half minus 1 اوكي طيب اذا جينا كملناها شو بتصير half times u prime معي انتم كلكم times u power minus half طيب اذا جينا كملناها اكثر شو بتصير؟ خلي بتصير half times u prime times هلا u power minus half هي 1 over u power half يعني هيدي اذا بحال انت نسيت الرول معك شيء تشتغل فيه طيب شو بتصير هاي بتصير half times u prime times 1 over what radical u يعني u power half هي radical u طيب اذا بعملهم كلهم ب 1 fraction شو بصيروا u prime على 2 radical u من هون اجت الرول يعني هي الرول مش هيك خلقه لقيناها بال تحت الشجره وجبناها هاي الرول هي شايفينها من هون اوكي يعني هيدا بدي لكم بسموها هي الديريفيشن تبع الرول يعني من وين اجت الرول اجت من هون اذا انتم نسيتوا هاي الرول بس تعملوا هاي الطريقه بيمشي الحال يعني تخيل هلا انه راح تبلشوا تحفظ الرول لانه هاي الطريقه راح تحسوها صعبه اوكي فاذا يو برايم على 2 راديكال يو يلا يا سيرينا بلشي لنا هاي اعطيناك الرول اف برايم اوف اكس ايكوال 2 تو ذا باور اي 2 اكس 2 اي 2 اكس هيدي اليو برايم
على over 2 radical e2x minus 2. بس هي خلصت. بس فينا نشيل 2 مع 2. فينا نشيل 2 مع 2. Very good. فينا نروح 2 مع 2. شو بيبقى؟ e2x over e2x radical, I mean e2x minus 2. اوكي بس هيدي الرول ما تنسوها راديكال يو يو برايم على 2 راديكال يو والا بكون تعملوا كل هذا اوكي ما في شيء بالامتحان اسمه انا نسيت الرول الرول بدكم تحفظوها كثير منيح طيب بعد حلينا اول بارت توجذر نمبر 9 راح نحله نكست تايم نكست ويك بعد في شيء عندنا خصص هيدا الويك بعد في بكره وبكره ما عندنا مع صح؟ اه اي ثينك بكره ما عندنا مع اي ثينك مبسوطه انت كثير يمكن ما عندنا مع طيب اوكي فحسن وطفه مبسوط مكيف هلا طيب اوكي يا صبايا شباب نمبر 9 بدكم تحلوه على بيبر وتبعتوا لي اوكي كل واحد لحال انا عم سجل مين عم يبعث ومش عم يبعث اوكي نمبر 9 بتحلوه لحاله على بيبر تبعتوه هيك بيكتشر واتساب ما بيأثر تمام؟ اوكي وايد ديتيلز ماشي؟ نمبر 9 كله ليميتس فكنت تنتبهوا عليهم كثير منيح يلا اذا ما حدا عنده سؤال فيكم تمشوا عادي جود لك يلا باي باي